الاحتراف والثروة السمكية أن يزيد من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. لدولة سلطنة عمان، فارس بن جمعلهيبي، مسقط. أرض أحدث المشاريع العقارية في السلطنة ومناقشة فرص وتحديات القطاع العقاري، أبرز ما يبحثه مؤتمر عمان العقاري في نسخته الثالثة. المؤتمر يناقش أبرز التطورات في مشاريع المجمعات السياحية المتكاملة وأفضل الممارسات في لوائح القطاع العقاري والتخطيط العمراني الذكي. متابعة لهذا الموضوع تحدثت لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان المهندسة سهام بنت أحمد الحارثية، مدير عام المديرية العامة للتطوير العقاري بوزارة الإسكان. إسقاط الضوء على المشاريع أو الفرص الموجودة في عمان وكيفية دعم قطاع التطوير العقاري لجلب استثمارات عمانية خليجية عربية شعبية لعمان. قطاع التطوير العقاري في دول الخليج قطع شوط كبير، ونحن في السلطنة عندنا إمكانيات كبيرة وعندنا فرصة وعندنا أيضا مجال واسع أن نحن نتوسع أكثر في هذا القطاع. المطلوب هو أن نحن نعدل إجراءاتنا، وهذا اللي قامت في المديرية منذ إنشاءها من سنتين. تشريعات عدلت وتعدل وما زالت تطور بما يتواكب مع هذا السوق. آليات تصنيف المشاريع، تطوير العقاري وتصنيف المطورين، تنظيم سوق العقار وتنظيم سوق الوسطاء، هذه الأمور كلها تدعم هذا القطاع وتوفر فرص جلب استثمارات للبلد إن شاء الله. أكد معالي سلطان بن سالم الحبسي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط في تصريح لإذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن المجلس يعكف على وضع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، وذلك من خلال المخططات بمختلف المحافظات.